وها قد انطلق السباق، سرعان ما تجاوز تمساح النيل فرس النهر بسهولة. يسبحان الآن عكس التيار العنيف، لكن جسم التمساح مصمم للسباحة في المياه الهائجة. يزن بقدر ثلاجتين كبيرتين، ويعتقد أنه أثقل أنواع الزواحف في العالم. يمكنه السباحة بسرعة 35 كيلو مترا في الساعة، بينما لا يمكن لفرس النهر السباحة. ليس تماما، بل يمشي فحسب في قاع النهر ويدفع جسمه على الصخور التي تعترض طريقه. يمكنه إغلاق منخاريه متى يشاء حتى يتمكن من الانزلاق قليلا عبر المياه، ورغم ذلك لا يمكنه التغلب على التمساح. يصل التمساح إلى الساحل ويجري عبر الحقول، لكن من الأفضل أن يفسح الطريق لفرس النهر، فقد لحق به وزاد من سرعته في الأرض المنبسطة. رغم أن فرس النهر كبير الحجم، لكنه قادر على التغلب على الإنسان في الجري. كان التمساح يسبق فرس النهر بعدة كيلومترات، لكن الفرس الآن صار أسرع على اليابسة. يجتاز فرس النهر خط النهاية، وها قد انتهى السباق. مين مين؟ مرحبا رود رانر، ممن تهرب؟ مهلا، أمهلني لحظة. ذلك الذئب يلاحقك بأقصى سرعة ويوشك على الإمساك بك. يمكن لهذا الطائر الجري بسرعة 32 كيلومترا في الساعة الواحدة فقط، ويكون أسرع حتى حينما يكون جائعا. رغم ما نراه في الصور المتحركة فإن الذئب أسرع منه بمرتين، لكن نسخة الصور المتحركة أطرف بكثير. في الخط الأول من الأدغال الكثيفة لأمريكا الجنوبية، معنا الكسلان البطيء. وفي الخط الثاني لدينا حلزون الحدائق العادي. وها قد بدأ سباق لأبطأ حيوان على وجه الأرض. بما أن السرعة القصوى للكسلان لا تتجاوز 3 بالعشرة كيلومترا في الساعة، فلا عجب لما يطلقون عليه لقب الوسادة العملاقة المتحركة. أنا فقط من أسميه هكذا. حظي الحلزون بانطلاقة رائعة، يمكنه أن يجتاز حيا صغيرا في حوالي ساعة. للمخلوق عظيم العظام رجل واحدة مغطى بسلايم واقي. من الصعب معرفة ذلك، لكن على ما أظن لا يزال الكسلان في مكانه، وهو يغط في نوم عميق الآن. ربما سيظل نائما طوال السباق، إذ يمكن للكسلان النوم لما يصل إلى 15 ساعة في اليوم. لقد نام لأكثر من نصف حياته، يذكرني بأحدهم. وانظر، لقد خرج الحلزون من تلك الرقعة المشمسة، ومحطته التالية الرقعة المضللة. لا يزال الوقت مبكرا للإعلان عن الفائز، سننتظر حتى يستيقظ الكسلان ويعود إلى السباق. يمكن للدب الأشهب التغلب على البشر في الجري بكل سهولة. إن كنت في نزهة في الهواء الطلق وطبخت شيئا لذيذا، حري بك ترك غدائك وراءك. يمكن لأسرع إنسان الجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، وسجل يوسين بولت هذا الرقم القياسي، لذا ربما سيتمكن من الهرب في الوقت المحدد. إن كنت أبطأ منه وهذا مما لا شك فيه، فأنت في مأزق كبير. في سباق بينك وبين الدب الأشهب، ستكون عشاء الدب في كل مرة. لكن من بين جميع أنواع الدببة، أي نوع أسرعهم؟ الدببة القطبية، والدببة الشهباء، والدببة البنية، والدببة العسل، وتلك الباندا الظريفة. اتخذوا أماكنكم، استعدوا، انطلقوا. واضح التوتر عليهم جميعا. الدب الأشهب والبني متعادلان إلى حد الآن. يمكن للدب البني بسهولة الجري بسرعة الدب الأشهب، ودب العسل أصغر الدببة في السباق، لا يتجاوز طوله المترين أو ربما ارتفاعه، لا يهم، لا يسعه مجاراة البقية فحسب. بدأ الدب القطبي بانطلاقة تستحق الإشادة بها، لكنه لا يتمتع بسرعة الدب الأشهب أو البني. صار الدب الأشهب في المقدمة. كلا، إنه الدب البني، والآن الأشهب. مهلا، أين الباندا؟ ماذا تفعل؟ لا أعتقد أنها تعرف بأنها في سباق، لكن أليست لطيفة فعلا؟ لقد أنهت لتوها غصن الخيزران الثالث. يمكن للباندا تناول ما يصل إلى 13 كيلوغرام من الخيزران في اليوم الواحد. هذا كثير، لكن ها هي تنطلق. لقد وجدت طريقا مختصرا، وها هي تتدحرج على التل. لقد مرت بجانب الدب الأشهب والدب البني، وها قد انتهى السباق وفازت الباندا. أسفي على بقية الدببة. نعرف جميعا أن الباندا ليست الأسرع، في الحقيقة إنها أحد أبطأ أنواع الدببة. ومع ذلك، إن رأيت باندا تتدحرج من التل في اتجاهك، أطلق ساقيك للريح ولا تلتفت خلفك. لطائرة بوينغ سرعة قصوى تقدر بألف كيلومتر في الساعة. وأسرع طائر معنا، القطرس ذو الرأس الرمادي. يمكنه التحليق بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، ويبقى في الجو لمدة 10 ساعات دون انقطاع.
والطائر الشاهين أسرع منه إلا عند التحليق بشكل مستقيم للإمساك بضحيته. احترس إنها حمامة. واو، تستغرق الطائرات الكبيرة وقتا طويلا في الإقلاع في الجو، لكن انظر إلى القطرس يصعد ويحط على الأرض في بضع ثوان. إنه في الطليعة لكن ليس لوقت طويل. لنعود الآن إلى الكسلان وصديقه البطيء. لقد استيقظ أخيرا من سباته، لكنه لم ينجح إلى حتى الآن سوى في رفع ذراعه للوصول إلى غصن الشجرة. لا يزال الحلزون يسعى لعبور تلك الصخرة الكبيرة. تقضي حيوانات الكسلان الكثير من الوقت ساكنة في مكانها قدر الإمكان حتى لا تصبح وجبة دسمة لحيوان آخر. لا يعد ذلك تدريبا هائلا من أجل السباق. لكن مهلا، لقد انضم لاعب ثالث إلى السباق. إنها سلحفاة غالاباغوس، أرجلها الأمامية القوية قادرة على حمل هذا الحيوان العملاق. إنها أسرع بأربع مرات من حلزون الحدائق. لقد ازداد السباق إثارة. نحن نشاهد الآن سباق القرن، أو بالأحرى سباقا سيدوم لقرن كامل. تجري السلحفاة وتتفادى جميع العوائق، لا شيء قادر على إيقافها. مهلا، لا تغش أيها الكسلان، لا تلقي بأغصان الأشجار من فوق. في أعماق الأرض الخلد منهمك في حفر جحر له. يمكن للخلد تناول كميات من ديدان الأرض تقرب وزن جسمه، ويمكنه حفر 5 أمتار في الساعة. يعد الغرير الأمريكي أسرع حيوان حفار في العالم، وهو سريع جدا على اليابسة. يمكنه أن يصل إلى سرعة الإنسان تقريبا حينما يكون في أفضل حالاته. وفي هذا السباق يفوز الغرير الأمريكي بسهولة كبيرة. أمر مؤسف بالنسبة للخلد بما أنه غير قادر على الرؤية بوضوح. الخلد ليس حيوانا أعمى، لكن بصره ضعيف للغاية، كما أنه مصاب بعمى الألوان ولا يمكنه ارتداء النظارة الطبية في الأسفل. ها هو الفهد المعتد بنفسه يجري عبر السافانا بسرعة ساحقة وهو يهمس: لطالما كنت أسرع الثدييات لملايين السنين، لا تقلق بشأني. أسرع فهد في العالم تدعى سارة. كانت في 11 من عمرها حينما نجحت في قطع مسافة 100 متر في أقل من 6 ثوان فقط. يمكن للفهد الجري بسرعة تقدر ب 130 كيلومتر في الساعة. إن ترأى له حيوان لذيذ في الأفق. ترعرعت سارة في حديقة حيوانات أمريكية، وكانت أول الفهود التي تحظى بحيوان أليف أثناء نشأتها. سارة وأليكسا صديقتان مقربتان إلى الأبد، لكن يحوم فوق رأس سارة الآن خفاش صغير، ويجعل ذلك الخفاش سارة تبدو بطيئة. يمكن أن تصل سرعة الخفاش البرازيلي ذو الديل الحر إلى 160 كيلومتر في الساعة. إنه أسرع الثدييات على وجه كوكبنا. والآن حان وقت الحشرات الصغيرة. أولا لدينا الخنفساء النمرية الأسترالية، وتبلغ سرعتها 10 كيلومترات في الساعة. قد لا تبدو سريعة، لكن مقارنة بحجمها تعد سريعة للغاية. إنها شبيهة بإنسان يجري بسرعة قطار فائق السرعة. وتجري بجانبها النملة الفضية الصحراوية. يعيش النمل في شكل مجموعات ويكون أقوى عند العمل معا، لكن يمكن أن تكون نملة واحدة قوية بشكل لا يصدق. يمكن لنملة رفع أوزان تفوق وزنها بمئات المرات وقادرة على العدو بشكل لا يصدق. وبينما يعدو يوسين بولت بأربع خطوات في الثانية، يمكن لهذه النملة الفضية عمل 50 خطوة. بل اكتشف العلماء أن هذا النمل الصغير يحب العدو كالحصان بمجرد أن يصل إلى سرعته القصوى. إليكم الآن المتباري الأخير لليوم. أسرع حيوان على وجه الأرض. إنه عث الغبار الصغير. حجمه لا يتجاوز حبة السمسم. إن قارنا السرعة بطول الجسم، سيتفوق هذا الحيوان المجهري على جميع مخلوقات الأرض. يعتقد بأنه يجري ضعف سرعة الخنفساء النمرية، وإن كان بحجم الإنسان ستتجاوز سرعته سرعة الصوت. لنعود الآن إلى المخلوقات البطيئة. هل أنهوا السباق؟ لا تزال السلحفاة في الطليعة. لقد مر الحلزون أخيرا فوق تلك الصخرة العملاقة، والكسلان في طريقه إلى الغصن الثاني. تبعد السلحفاة عن خط النهاية مترا واحدا. واو، لا يمكنني تحمل المزيد من الإثارة والتشويق، لذا سأذهب لتحضير القهوة.